الطريق الوطني رقم واحد ولا التسعة. محافظة الغابات تطمح في تصنيف الضيات، ضيات ولاية الجلفة، وهي متواجدة في على مستوى البلديات الصحراوية، منها مسعد، سلمانة، دلدول، كاين ضيات متواجدة بكثرة. وتطمح محافظة الغابات تكمل الدراسة اللي بديناها منذ سنوات، ونطمح به نصنفها على مستوى رمسار. هذه المنطقة السفوح الجنوبية للأطلس الصحراوي تنتشر فيه ظاهرة اللي هي ظاهرة الضايات، لا زون دي ضايا. حتى في قبل الرحالة الأوائل أو الجغرافيين الأوائل كانوا يشبهون هذه المناطق بجلد النمر، جلد الفهد، وبالتالي معناها البقع السوداء هذه اللي طاش هما الضايات. سي دي ديبريسيون، منخفضات تجمع السيول المحيطة بها من الأماكن المحيطة بها، تتوجه مباشرة السيول للمنخفض، وبالتالي تضمن الحد الأدنى من السقى. لماذا؟ لأنه قلنا أنه لابليفيومتري المغياثية هنا ضعيفة، حتى أنا كنت نزيد نتوجه جنوبا تنخفض إلى 50 ملم في السنة.